انت لو موتش قدام ابويا مش هيديكي حتى جنيه. بقى شهر ما كلمتش. الله يا ماما انا عايزه شنطه. هي شنطه المكياج دي بكام؟ شنطه المكياج دي ب 100 جنيه. ب 100 جنيه؟ ايوه. ودي ب 100 واللعبه دي ب 100 وكله ب 100 ما عدا دي ب 50. لا انا عايزه شنطه المكياج دي. بس انا عايزه ب 50 جنيه. طب تمام خدي حاجه ممكن تاخدي مكياج. لا انا عاجبني الشنطه دي جميله قوي. طب بصي يا طنط. ايه رايك لما اديكي 50 جنيه واخد اللعبه وبعد كده احوش 50 جنيه تانية واديها لك؟ لا يا حبيبتي انت تروحي تحوشي ال 50 جنيه التانية وبعد كده تيجي تشتريها. طب والنبي يا طن. والنبي ايه انت هتشحتي؟ طب اخد نصها واحوش واديكي 50 جنيه بعد كده تديني كلها. يعني اديكي نص اللعبه يعني ب 50 جنيه؟ بتستظرفي كمان. يلا بتروح لعب بعيد يا بت. والنبي يا طنط عشان خاطري انا نفسي فيها. طب بالراحه بس. امشي يا بنتي من هنا بطلي بقى. بالراحه يا بنتي استني. في ايه بس دلوقتي يا استاذه؟ معاها 50 جنيه بتقولي عايزه اللعبه دي. اللعبه دي بتساوي 100 جنيه. قلت لها خلاص خدي دي بثمن ال 50 جنيه. ادي لا اديني نصها ولما احوش اديكي النص الثاني. عايز تاخد نص اللعبه بتستظرف. طب معلش بالراحه برضو. ما انا مصروفي 5 جنيه في اليوم. بابا بيديني 5 جنيه وانا قلت لها هحوش لك وهجيب لك باقي الفلوس. والله مش بضحك عليك. النبي ما تشتكيليش همك على الصبح. كل واحد فيه اللي مكفيه. بالراحه انت باباكي بيشتغل ايه يا حبيبتي؟ بابا اهواجي. طب انت عاجباكي انهي لعبه؟ انا عاجبني شنطه المكياج دي جميله قوي. طيب عاجباكي؟ اتفضلي. انت بتعملي ايه يا استاذ؟ اتفضلي. وانت يا هند ممكن تستني. وانت يا هند عايزه ايه؟ شنطه المكياج برضو كده. استني يا استاذ انت هتعطيها لها على اساس هاتي اللعبه. ثواني لو سمحتي بقول لك انا بشتري. بتقول لي خدي 50 جنيه تمام. طب انا بشتري ثواني. طيب يبقى كده كام الحساب؟ 200 جنيه. اتفضلي ال 200 جنيه بتوعك اهم. ايه ده يا طنط وانت هتحاسبي لي؟ يا حبيبتي. لا يا طنط ما ينفعش كده يا طنط. لا برضو ليه كده بس؟ ليه كده؟ لعبه معاكي. طب بصي يا طنط خدي ال 50 جنيه دي وانا هحوش. بس قوليها قبلك فين عشان اديكي 50 جنيه تانية. حبيبتي انا مش عايزه منك حاجه. انت زي هند بنتي وانا مبسوطه انك هتبقي مبسوطه. مش كده يا طن. لا يا حبيبتي والله انا مبسوطه عشان انت تبقي مبسوطه. ربنا يخليكي يا رب. شكرا. خدي بقى وروحي العبي بيها واعملي اللي انت عايزاه وافرحي. شكرا يا طن. طيبه انت. بعد كده لما يجي لك حد برده راعي ان هي طفله ونفسها في اللعبه. وانا اعمل ايه؟ ما اكسبش يعني. اعمل لها ايه؟ اعتبريها بنتك. اعتبريها بنتك. لو هي ظروفها صعبه انا ظروفي اصعب. اعتبريها بنتك لله يعني. مبسوطة؟ ماشي يا حبيبتي. يلا باي باي. مع السلامة. يلا العاب تعالى اشتري فرح بنتك او ابنك. يلا يا حبيبتي من هنا حوشي وتعالي خديه. انا نفسي في الشنطة دي. طب اقول لك على حاجة. هديكي 50 جنيه وتديني نصها بعد كده احوش تاني واديكي باقي ال 50 جنيه وبعد كده تديها لي كلها. بنت مش ناقصه استظراف على الصبح. روحي روحي صباحك فل ما تبوظيش اليوم الصبح. يلا انا نفسي في الشنطه دي جميله قوي. خدي لعبه على قد ال 50 جنيه بتاعتك عشان خاطري يا طن. اخد نصها بس يا طن. امشي من هنا احسن لك. يلا. شايفه الفيلم الهندي ان انا شايفه ولا شوفه؟ شايفاه يا بابا. المشكله ان هي مش فاهمه ان الفيلم الهندي ده ما يتعملش في المنطقه الشعبيه دي. يتعمل في حته راقيه كده. بنت سوخه السوخه اتعبت يا زغيري. والله العظيم زغزغني. زغزغني يا بنت. والنبي زغزغوني. شوفي يا حبيبتي انا هقول لك على حاجه. انت بتعملي الفيلم الهندي ده قدام ابويا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انت لو موتش قدام ابويا مش هيديكي حتى جنيه. بقى شهر ما كلمتش. لا بقالي شهر بتحايل على ابويا يجيب لي. انا عايزه اللعبه مش فاهمه حاجه. مش فاهمه حاجه. لا والله حلو الفيلم الهندي. شهر مستغربه بقى مش لاقيه تاكل. مستغربه متعوده. 5 جنيه بس مصروف. هو شغال اهواجي. اعمل ايه طيب؟ اقول لك على حاجه. احوش بقى 50 جنيه وهديها لك. والله هديها لك. حوشي الاول. حوشي الاول يا حبيبتي عشان خاطري انا نفسي في اللعبه دي. الله احنا بصي انا هعيط. تقدر تعيطوا؟ انا تعبت. صعبت عليا يا بابا. انا هعيط. تعالي والنبي خدي اللي في جيبك. تعالي خدي اللي في جيبك. يا بنت شويه من الفلوس يا بنت. تعالي خدي اللي في جيبك دلوقتي.
يا بنت الفيلم الهندي ده ما تعملوش هنا في حته راقيه شويه. انا مش فاهمه حاجه. في حته ناس معاها فلوس كده. انا بشتري لعبه. بنت سخيني والنبي تاني. يا بنت والله بتعرفي تمثلي. والله والله برافو عليك. ده برنامج الصدمه ده ولا ايه؟ انت يا بنتي انت امشي دلوقتي يا حبيبتي امشي. لما تحوشي تبقي تعلف وتزيد. امشي يا بنت. حلو والله الفيلم الهندي ده. ده فيلم جميل والله. الفيلم ده حضرتك تعمله انت وبنتك. اعمله انا وبنتي؟ ما احنا عملناه كتير. بس حلو بجد. اه والله حلو. شاطر. طب بكام الشنطه عشان اجيبها لها؟ حرام اطلع اجري وراها واعيط. خد يا سوكا شيل الشنطه ونعيطه. خد يا بابا. بكام؟ خدي بكام؟ امسكي. خدي 100 جنيه. سيب الشنطه. تعالي نجري وراها يلا يا عفتي. يلا تعالي خد خد الشنطه. خد الشنطه. اجري معايا اجري معايا. خد الشنطه. خد الشنطه. خد الشنطه يا بنت. خد الشنطه. خدي خلاص ما تعديش. ايه الشنطه؟ خدي افتح جيبي. افتحي معايا. افتحي. خدي تمام. خدي 100 اهي. وادي 100 عندك بس شنطه يا بنتي. خدي خدي يا بنت. اجري معايا اجري. الشنطه الشنطه يا بنتي. هاتي الشنطتين يا بنتي. لا والله برافو عليك برافو عليك برافو عليك. ايش السلام عليكم. ده انت راجل بارد انت وبنتك. ما عندكوش دم. نبي يا فندم عشان خاطر. وانا مال انا هاتي بقى الفلوس وخديها. طب انا هاخد اللعبه ب 50 جنيه وبعد كده هحوش واديك 50 جنيه الثانيه. لا الكلام ده مش عندي يا حبيبتي. ما دام تبقى انا مصروفي في اليوم 5 جنيه يا طنط. والله روحي هاتي ال 100 جنيه هتاخدي اللعبه. مش هتجيبي ال 100 جنيه مفيش لعبه. طب بصي ايه رايك اديكي 50 جنيه واخد نصها بعد كده اروح احوش 50 جنيه ثانيه واخد النص الثاني. حبيبتي روحي استظرفي بعيد عني. انا دماغي وجعاني اعصاب. يا طنط عشان خاطر يعني امسك اللعبه دي. نعم. هي عايزه ايه؟ عايزه اللعبه دي. واللعبه دي ب 100 جنيه وهي معاش غير 50 جنيه بس. انا نفسي باللعبه دي يا طنط والنبي. وانا مالي يا ماليش دعوه ما احبش الاسطوانات دي. هي صعبت عليا هجيب لها اللعبه. قول كده صعبت علي وهتجيب لها اللعبه وانت مش هتجيب لي اللعبه. انا مش هصعب عليك. ما اعرفش. بكام يا فندم؟ ب 100 جنيه. ودي ايه ده؟ انا هحسب لك عليها. بجد؟ بجد. طب اختك مش هتزعل؟ لا ما تخافيش مش هتزعل. اخته مين يا حبيبتي؟ ده احنا قارين الفاتحه بتاعتنا من واحنا صغيرين. ابويا وابو اصحابه قارين فاتحتنا من واحنا صغيرين. عندك مانع؟ بقول لكم انتوا الثلاثه انتوا عاملين فيلم عليا ولا ايه؟ هتاخدي الشنطه هات الفلوس. خد يا طنط. طب هقول لك على حاجه. نعم. انا هديك 50 جنيه بعد كده احوش وانت قول لي اقابلك فين عشان اديك ال 50 جنيه التانية. لا الحساب كله عندي. ليه بس كده؟ تقابليه فين يا حبيبتي؟ ولا تقابليه ولا ما تقابلوهوش؟ عشان اديك 50 جنيه بس. يلا تقابليه ايه؟ يلا حبيبتي من هنا يلا مش هتعرفي. انا بس هقابله عشان اديك 50 جنيه. يلا يا دخل عليك المسلسل ده يا مسمار صح؟ دخل عليك. انا ممكن اعمل لك المسلسل دوت يا مسمار وعيط. طب عايز اقول لك حاجه. قول يا مك. لو انا بعيط دلوقتي ايوه وواحد دخل دلوقتي هيقول لي بتعيطي ليه؟ هقول نفسي في شنطه مكياج. هيجيبها لي هتزعل ولا لا؟ ولا اصعب عليك؟ عادي عادي. صح ده انا نسيت اللي انت ابن منى. طب اقول لك ايه يا مسمار؟ روح قول لامك منى ايوه كده تغطيك تحت البطانيه عشان تفهم اللي انت فيه ده يا مسمار. هقول لها. ماشي امشي يلا. حاضر امشي امشي. انت انت الاولى. طب امشي انت يا مسمار. حاضر. ده ايه ده؟ الجيل المهبب ده. بص بقى ابو السيد اجيب لك اللعبه اللي انت عايزها يا حبيبي. ماشي ماشي. هات بوسه يا بحبك يا سيد. يا انا نفسي باللعبه دي يا طنط. يا حبيبتي قلت لك روحي حوشي وتعالي خديها. قلت لك ب 100 جنيه. انت معاكي
50، خدي على قد فلوسك، خدي دي. انا معايا 50 جنيه اديها لك واخد اللعبه، بعد كده احوش 50 جنيه ثانيه واديها لك، وعد والله. لا ممكن تحوشي الاول وتيجي تاخديها كلها على بعضيها. طب ايه رايك اديكي 50 جنيه واخد نصها، بعد كده احوش 50 جنيه ثانيه وتديني النص الثاني؟ لا انت جايه تستظرفي بقى وتستعبطي. طب والنبي يا دم، يلا حبيبتي امشي من هنا. بصي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. نعم. هو في ايه؟ انا نفسي في اللعبه دي. بقول له انا معايا 50 جنيه. وهي اللعبه بكام؟ ب 100 جنيه. طب يا حبيبتي روحي كملي الفلوس وتعالي. ما هو ده اللي انا بقول عليه. بعد كده حوش 50 جنيه تديني نص التاني. يا حبيبتي ما ده مش كلام منطقي. انت عارفه انا اقول لك حاجه؟ انت عارفه لو مكان محل اللاعب دوت مطعم اكل مثلا سندوتشات هي كانت هديتك. والله كنت اديتها من غير ما تطلب اصلا. اه والله، لكن دي يا حبيبتي لعبه، يعني مثلا جبتيها النهارده، جبتيها الاسبوع الجاي، مش هيفرق معاكي او حياتك مش هتنقص حاجه، صح ولا لا؟ صح. يعني انت النهارده لازم النهارده ولا لا ممكن بكره او ممكن؟ لا ما انا نفسي فيها النهارده. طب يا حبيبتي مش مهم، انت عارفه بقى لو حوشت بقى مثلا ال 50 جنيه دول بقوا 100، عارفه تبقى اللعبه غاليه عندك قوي وهتحافظي عليها، عارفه ليه؟ عشان محوشه لها. وانت برضه واقفه لها هنا كده مثلا، هي الست مثلا عماله تقول لك ايه؟ امشي يا حبيبتي، خلي عندك دم. يا حبيبتي خلاص ما ينفعش. والله زهقتني. كده هتروحي تلعبي باللعبه ازاي؟ بعد ما تحايلتي عليها ياما كده، هيجي لك نفس تعرفي تلعبي باللعبه؟ لا يا عم. خلاص يا حبيبتي. تعالي كده وروح حوش الفلوس وتعالي. عارفه لو اكل والله وتمن قد الشنطه دي 10 مرات كنت جبت لك اللي انت عايزاه، بس ده مش اكل يعني، مش حاجه ضروريه في الحياه يعني. ماشي يا عم. يلا حبيبتي اتفضلي، سيبها تاكل عيش. حاضر. بنت غريبه والله. طب انت عارفه لو اكل والله اجيب لها اللي هي عايزاه. انا كنت اديتها من غير ما تطلب. بس دي لعبه يعني، فيها ايه يعني؟ وبعدين انا لو اخدت منها 50 جنيه وعطيت لها الشنطه كل يوم هتلاقيها عندي عايزه لعبه مش عارفه، وخدي تمنها واقسطها لك بعد كده، وكلام ملوش لازمه. خلاص الحمد لله. بص بقى يا ابو السيد، قول لي بقى عايز ايه بقى؟ بابا عايز لعبه الخبار. عايز ايه يا حبيبي؟ لعبه الخبار. يا ابني علي صوتك يا ابني، ما تبقى زي امك كده، امك صوتها واطي. بابا عايز لعبه الخبار. ماشي. بص بتعمل ازاي؟ تضربها. الله كده. الله اضرب يا سيد، اضرب يا سيد، اضرب. الله حرام عليك يا سيد، تضربه ليه كده يا سيد؟ عارف يا بقى ابو السيد، احنا على ايامنا ما كانش فيه ولا حباره ولا الميكروفون دوت ولا الكلام ده كله. احنا كان عارف على ايامنا ايه؟ المسدس الخرس بس. عامل ايه يا حبيبي؟ يا ابني فوق كده. الحمد لله. يا ابني فوق يا امك كده صوتها واطي برضه. بص بقى انا هجيب لك واحده، واجيب واحده لاخوك، انتوا الاثنين شبه بعض عشان ما تتخانقوش مع بعض. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. قول يا حبيبي. عايز واحده لاخوك انا. بكام بقى؟ الواحده ب 100 جنيه كده 200. طب والله حلو، خد. روح احمر، تنفع في عيد الحب يا سيد. اتفضلي يا استاذ 200 جنيه. تمام شكرا. السلام عليكم. مبسوط ابو السيد؟ مبسوط. مفيش شكرا يا بابا حبيبي. شكرا يا بابا حبيبي. يا حبيبي يا سيد. يلا يا سيد، جدع يا سيد. ماما انا نفسي. والنبي يا ماما انا نفسي في المايك ده يا ماما. من عينيا يا صالح اجيبهولك. بقول لك شكرا يا ماما. انت معكيش غير 50 جنيه بس، واللعبه دي 100 جنيه. ما انا هديكي 50 جنيه واخد اللعبه، بعد كده احوش 50 جنيه ثانيه، صدقيني وهديها لك والله. قول لك انا عندي صداع الصبح، روحي حوشي فلوس وتعالي خديها. طب ايه رايك اديكي 50 جنيه واخد نص اللعبه، بعد كده احوش 50 جنيه ثانيه واديها لك وتديني نص اللعبه الثانيه. والنبي ما ناقص استظراف على الصبح. والنبي فهمت عشان خاطر. امشي من هنا احسن لك. والنبي ده انت نفسي في اللعبه دي يا دم. يلا امشي من هنا. والنبي ده انت انا غاضب. يا حول الله يا رب. والنبي ده انا نفسي في اللعبه دي عشان خاطر يا دم. طب 50 جنيه هديها لك. مالها بس في ايه؟ الاستاذه جايه ب 50 جنيه وعايزه تشتري اللعبه دي واللعبه ب 100 جنيه. قلت لها روحي حوشي فلوسك وتعالي اشتريها. يا طنط ما انا قلت لها اديكي ال 50 جنيه دي واخد اللعبه، بعد كده احوش 50 جنيه ثانيه واديها لها. طيب خلاص انا هجيبها لك. هتجيبها لي يا طنط؟ اه هجيبها لك. ليه بس يا طنط؟ انت ذنبك ايه يا طنط؟ مفيش ذنب ولا حاجه، انت زي ابني. لا يا طنط لا، شكرا يا طنط. لا شوفي انت عايزه انا واحده وانا هجيبها لك. بجد؟ اه والله يكفي. طب بصي يا طنط، خدي ال 50 جنيه دي وانت قوليها قبلك فين عقبال ما احوش واديكي ال 50 جنيه الثانيه، وعد. بصي يا حبيبتي انت، انا بقول لك انت زي ابني وهجيبها لك. بجد يا مش عايزه فلوس خالص والله. شكرا. يعني انت هتجيبها لها ايه بقى؟ اه ربنا يخليك يا طنط. يا استاذه دول بيضحكوا عليكي وبيشتغلوكي، ام امنيه وبنتها امنيه، دول نصابين ده طول النهار الامنيه دي بتعيط. نصابين؟ بطلوا نصب. ارتحت؟ ارتحت وقلت الكلام اللي جواك خلاص هبط؟ ارتحت. خش بقى
لكم. امنية دي طول النهار بتعيط بنتها. يلا بطلوا نصب بقى. اقفل يا عم يلا. انا مش عارف انتوا بتناموا ازاي. يا حول الله يا رب. انتوا بتشتغلوا الناس بتضحكوا عليهم. خلاص يا اخويا هبط. اقفل يلا. بيشتغلوكي بيضحكوا عليكي. هي دي بنتك فعلا؟ ايوه امنية بنتي. طب ليه بتعملي كده؟ بعمل كده يا استاذة عشان الحاجات اللي قدامك دي كلها حاجات بالقسط ومادي عليها شيكات 20 شيك بحالهم للاستاذ بتاع المكتبة، ولازم ادفع له ثمن الشيكات دي. وغير كده انا جوزي مطلقني ورميني في الشارع وما بيصرفش عليا ولا بيصرف على بنته، فلازم اعمل كل ده عشان بنتي تعيش شبه باقي الاطفال، تعرف تاكل حلو تشرب حلو تلبس حلو تروح مدرسة. بصي بقى بصراحة انت كلامك مقنع او مش مقنع، بس انا هشتريها اللعبة زي ابني ومصرحة فيها. انت قلتلي كام الميكروفون ده؟ بمية جنيه. ماشي فضلي 200 جنيه حق اللعبة. لا خلاص يا طنط. ماشي فضلي خدي صالح الميكروفون وانت خدي اللعبة. شكرا يا بابا ربنا يخليك ليا يا ماما. ماشي يا حبيبي ممكن تغني لي بقى اغنية؟ ماشي يا ماما. ماشي الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عليه ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة طب وحياة المحبة مدام جيت جنبي خلاص خليك ربنا يخليك صوته حلو قوي ربنا يخليك ربنا يبارك لك فيه وتشوفي حاجة كبيرة لما يجي ربنا يخليك يا رب. مبسوط يا صالح؟ مبسوط قوي يا ماما. شكرا يا ماما. ماشي يا حبيبي يلا بينا. قلت لها ليه يا ماما؟ ما ينفعش الراجل اللي طلعنا نصابينه كمان نكذبه يا امنيه. ابوكي هو السبب، هو اللي رمانا في الشارع، هو اللي وصلنا للمرحله دي، وصلني ان انا اخد بيت ايجار وادفع ايجاره، ووصلني ابقى ماضي 20 واصل امانه عشان خاطر الالعاب دي يا امنيه. طب اعمل ايه؟ طب يا امنيه انا دلوقتي لو رحت اتجوزت الراجل يا امنيه مش عارفه دماغي هتبقى عامله ازاي. افرضي قال لي ارمي بنتك في الشارع ولا عاملك وحش انا هعمل ايه؟ هون عليك يا ماما. يا حبيبتي مش حكايه تهوني عليا، هو هيبقى اقوى مني يا امنيه، مش هعرف اتصرف يا حبيبتي. انا دلوقتي اقوى وانا لوحدي. وبعدين والله يا امنيه انا بطمنك، انا بشتغل وبعمل كل ده ليه؟ مش عشان اجيب لك احسن لبس واديكي احسن مدارس واعمل لك كل اللي انت نفسك فيه؟ أوه. صح. انا وعدك ان الوضع اللي احنا فيه ده هيبقى وضع مؤقت، وقريب ان شاء الله ان شاء الله اجيب اي مكتبة ونبقى فيها العاب، ووعدك مش هنعمله الحاجة الوحشة دي تاني خالص. بس اهم حاجة انا مش عايزاكي تزعلي مني. انا مزعلانة منك يا ماما. انا بعافر علشانك انت يا امنية مش عشان خاطر حد تاني. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ويخليك يا حبيبتي.